قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للمسنين بزيارة إلى دار بنك البحرين الوطني للمسنين في مدينة عيسى لمشاركة نزلاء الدار الفرحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بمرافقة أعضاء اللجنة الوطنية للمسنين وعدد من المسؤولين ببنك البحرين الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأهالي المسنين. وتأتي هذه الزيارة لإدخال السرور إلى قلوبهم ومشاركتهم الشخصية في مثل هذه المناسبات البهيجة. وفي هذا السياق أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالدور الذي يطلع به بنك البحرين الوطني ومساهماته الداعمة للجهود الحكومية لتحقيق التنمية على أساس مفهوم التكافل الاجتماعي. مشاركة كبار السن في دور الرعاية ودور الإيواء من أحب الأشياء، سواء كانت لي أو لكل الجمعيات الأهلية والمواطنين. اليوم احنا نشارك كبار السن فرحة العيد ونقدم لهم كل الحب وكل التقدير وكل الاحترام، ويشرفنا أن نشاركهم كأهل ونرحب بأهاليهم أيضا في هذه الأندية وهذه الدور حتى نحقق الفرحة المطلوبة لهم جميعا. اليوم الوزارة والحكومة تقدم كل الرعاية لكبار السن، سواء كانت نفسية أو ترفيهية أو صحية، ونحرص دائما على كسر العزلة وجعلهم يندمجون أكثر في المجتمع. وهذا العيد الحقيقة مناسبة طيبة إن الكل يشاركهم فرحة العيد. تعودنا من سعادة الوزير ومن اللجنة الوطنية للمسنين ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تحتفي بكبار السن في مثل هذه المناسبات الدينية والوطنية، ويحرص سعادته على المشاركة والحضور وإهداء المسنين هدايا مادية وعينية، بحيث أنهم يشعرون بتواجد المسؤولين في الدولة وأيضا مسؤولي دور رعاية الوالدين والمنظمات الاجتماعية والأهلية، حتى يشعرون بالإطمئنان ويشعرون بأنهم محل تقدير. بالنسبة لبنك البحرين الوطني، وجودنا اليوم مو بوجود فردي إنما وجود جماعي. اللي صار إن إحنا عندنا عادة سنوية إن إحنا كل سنة يوم العيد أو يومين قبل العيد أو يومين بعد العيد، على ظروف المركز، مركز بنك البحرين الوطني لرعاية المسنين أو دار بنك البحرين الوطني لرعاية المسنين، إن إحنا نحتفل مع يعني مع الدار نفسها في 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 الحفلة السنوية اللي تصير بالنسبة حق الأعياد كلها. فاللي صار إن إحنا مثل ما يقولون شفنا إن النجاح كبير، وشفنا تقبل الفكرة من موظفين البنك نفسهم. فموظفين البنك طالبوا بأن هذه المرة لا، مو بس الإدارة تروح أو شيء من القبيل، إن لازم هم بعد يكونوا موجودين. فقدموا كثير من الموظفين، اختارينا مجموعة أساسنا في النهاية الدار ما يسمح إنه يكون فيها 700 موظف مثل ما يقولون، لكن اختارينا مثل ما يقولون بسوينا قرعة والأمور ذي كلها، واختارينا موظفين معين يكونوا موجودين، وإحنا متواجدين اليوم عشان نحتفل وياهم، نقدم لهم بعض الهدايا، مجرد نتكلم ونستانس وياهم.